ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الطلاب الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بيكم في أول لقاء في الترم الثاني بنا من حيث القصة. حبايبي إن شاء الله النهاردة على بركة الله هنبدأ شابتر 7 بعد ما خلصنا 6 شابترز 6 فصول في الترم الأول. النهاردة مستنى جار حبيبك جاي لك بشابتر 7. ما تنسوش إن القصة بتاعتنا كانت بعنوان تريجر آيلاند، جزيرة الكنز. بطل القصة جيم هوكنز، هو وفريقه ضد القراصنة. تعالوا مع بعض ونشوف احداث شابتر 7. قبل الاحداث هنبدا بالشخصيات. طبعا انت عارف جيم هوكنز، اسكواير ترلوني، اسكواير يعني عمده، العمده ترلوني، دكتور ليفزي، كابتن سمولت، طبعا بيلي بونز، بلاك دوج. طبعا دي الناس دي كلها ايه تمعنى عنها في الترم الاول. لونج جون سيلفر، بين جان، بلايند بيو، كابتن فلينت. كابتن فلينت او جون فلينت ده من احد رواد السفن والقراصنة القدامى. حبايب شابتر 7 طبعا انتوا عارفين احنا بنذاكر ازاي الشابتر، بنحفظ كلماته ايه ونقرا الاحداث ثم نحل الواجب. يلا حبايب، طبعا عندي اول كلمه تشين، اوفر، ميست، ادفانتج، ديس ادفانتج، ترايل، تراك، تروس. الكلمات دي حلوه جدا، الكلمات دي حلوه جدا يا شباب، احفظوها بالله عليكم، الكلمات دي جميله وهتفيدك جدا. اونست، كريزي، جورد، فرايتند، كرو، بايرت. حبايبي سيف، فلاينج، افلاج، دي جت في امتحان احد المدارس في الترم الاول، يرفع علم، فلاي افلاج، وكانت موجوده الجمله بالنص في كتاب ايه اكسلنت حبيب قلبي. فورت، اكسبت، فرايتند اوف، تراست، ساوند، كول اوت، كيب اس وار، اكسبلين، اتشيز، ايلاند، ساني، كم انتو. يلا حبايبي، فينس، towards treasure supplies accept guns sail hell attack blue send go on a trial. لا كلام جامد يا جماعه، كلام جامد يا جماعه، خدوا بالكم منه. play a trick on have a truce with يعقد هدنه مع. على بركه الله حبايبي ونبدا مع بعض. يلا نشوف جيم هوكنز هيعمل ايه بعد اما كان مع الراجل اللي قابله في الغابه، وهي الراجل بالتحديد كان اسمه بن جان. يلا مع بعض نبدأ. يلا حبايبي جيم هوكنز، I walked with بين جان. بيحكي جيم هوكنز بيقول أنا مشيت مع بين جان. We soon وسريعا saw the fort، شفنا الحصن، شفنا القلعة. Your friends will be inside جيم. الراجل بيقول له، بين بيقول لجيم هوكنز بيقول له أصحابك هيبقوا داخل هذه القلعة اللي هما دخلوا فيها أصحابه. رد عليه قال له It might be the pirates، وممكن يكونوا القراصنة. No look at that flag، بيقولوا لا بص على العلم. they will be good men، ده حاطين علم يثبت ان هم اشخاص جميل جدا وطيبين، اكيد دول اصحابك مش القراصنه اللي بيدوروا عليك. he answered the fort was made by flint، قال له عارف القلعه دي يا جيم؟ قال له اه، قال له صنعت بواسطه القرصان القديم اسمه فلنت. he was a clever man، كان راجل شاطر جدا. and he wasn't frightened of، وما كانش بيخاف من اي حد except سيلفر، كان بيخاف من الكل ما عدا سيلفر. فاكر سيلفر اللي قتل البحار في الترم الاول. let's go inside I said، قلت له يلا ندخل، وبداوا يتجهوا. I can't go in there، انا ما اقدرش ادخل. جان قضى عليه قال له لا انت عايز تدخل ادخل انت، انا مش هقدر ادخل. I don't trust anyone، انا ما بثقش في اي حد. I will wait for you، انا هنتظرك. wait تاخد حرف الجر فوق. remember what I told you، ولكن افتكر اللي قلتهولك. I can help you، ان انا اقدر اساعدك. and come and find me tomorrow، وتعالى وقابلني بكره. before I could go to the fort، وقبل ما اروح للقلعه كان هناك the sound of more gunfire، سمعت صوت ضرب نار. and I had to hide، واضطريت ان انا اتخبى. لذلك I wouldn't be hit، لذلك لم اصاب. from that reason، من الاشجار I waited، طلعت من اشجار بقى وانتظرت حبه. I could now see the Hispaniola، اللي هي اسم مين؟ السفينة. بيقول لمحت السفينة اللي فيها القراصنة. It was also، كانت أيضا flying a flag، رفع علم. But it was the black pirate's flag، ولكنه العلم الأسود للقراصنة. يبقى القراصنة كده مش ناويين على خير. حبايبي when it was nearly dark، ولما الجو أصبح مظلم تقريبا، قصدي الجو بقى مظلم تقريبا. I walked around، أنا مشيت من خلف الأشجار عشان أتجه إلى القلعة وأدخل لأصحابي.
and called out وناديت وقلت the door opened and Dr. Livesey let me inside وناديت عند الباب فدكتور ليفزي قال لي ادخل. I sat down جلست and told them واخبرتهم عن قصتي وان انا قابلت بنجان. The wind رياح بلو هبت رياح ساند وعاصفة رملية inside the fort داخل القلعة ووجدنا everywhere كل مكان هناك بقى مغطى بالأتربة. In our clothes, in our food, and in our eyes والرمال في كل حتة في عينينا في ملابسنا في أكلنا. There was a fire كان هناك نيران to keep us warm ولعنا نار عشان نحافظ على دفئنا. حبايبي بلزقوهم ولكن الحجرة كانت مليئة الحجرة بقى كانت مليئة بإيه؟ بالدخان and we will cough وقعدنا نكح. كابتن سمارت gave us ادانا all jobs وزع علينا المهام يبقى كلمة جوب وظيفة وتشتغل جوب مهمة من المهام. أي معلومة حلوة اكتبها بالله عليك تمام؟ حبايبي some looked for بعض منا بدأ يجمع الفاير وود اللي هو الحطب. Others وآخرين ذهبوا to cook food لكي يطبخوا الطعام. And I was asked وأنا طلب مني إن أنا أحرس الباب. قالوا أنت اقعد على البوابة خد بالك من أعداء القراصنة. He kept us all busy كل منا أصبح مشغول and made us feel better وبدأنا نشعر بالتحسن لأن كل واحد عنده مهمة فمحدش فاضي حتى يخاف. حبايبي كابتن سمايل is a good man said دكتور ليفزي. دكتور ليفزي بيقول له على فكرة قال له إيه؟ قال له البحار سمايل ده راجل كويس. Later day and what about Bingham is he a good man؟ قال له على فكرة خد بالك قال له كابتن سمايل ده راجل كويس. قال له تمام. قال له انت بقى حكيت لنا انك قابلت واحد اسمه بنجان هل ده كويس؟ I don't know رد عليه جيم هوكنز وقال له انا ما اعرفش. I think he is a little crazy هو مجنون شويه ها شويه. Any man اي راجل on an island يقعد على ارض جزيره وحده لمده 3 سنين اكيد هيبقى a bit crazy حلو او crazy يا جماعه crazy محب مولع مجنون طبعا هنا a bit قليلا. Did you say هل انت قلت ان he wanted some good food هل انت قلت ان هو محتاج بعض الطعام؟ Yes I replied حبايبي I have brought some cheese انا هجيب له بعض الجبنه لان بنجان طلب من ايه جيم هوكنز ان ياكل اي شيء. انا حضرت له بعض التشيز الجبنه with me on this journey في هذه الرحله. Let's give it to بنجان دعنا ناخذ هذا الطعام الى بنجان. قال كده مين؟ دكتور ليفزي. That evening وفي هذا المساء الرجال تحدثوا how little قليلا تمام وبدأوا يتكلموا وبدأوا يتناولوا طعامهم وهم قاعدين مع بعض. We hoped that the pirates تمنينا ان القراصنة would leave the island قلنا يا رب القراصنة يمشوا بقى عشان ندور على الكنز براحتنا. With the Hispaniola بالسفينة بتاعتهم the doctor said الدكتور قال they would become سوف يصبحوا مرضى if they slept لو هم ناموا outside on the island عارفين لو ناموا خارج الجزيرة لفترة كبيرة ممكن يمرضوا من الايه؟ من طبعا من الطقس القاسي جدا على أرض الجزيرة. And if the pirates ولو القراصنة مشوا نستطيع أن ننتظر until help arrived حتى تنتظر ايه المساعدة تجينا يعني ندور على الكنز ونشوف أي سفينة معدية تساعدنا. حبايبي في اللحظة دي I slept very well أنا نمت كويس هذه الليلة ده جيم هوكنز بيقول كده. The next morning وفي صباح اليوم التالي a voice woke صوت أيقظني made me up woke me up أيقظني I heard سمعت someone say سمعت شخص ما بيقول مش ملاحظين حاجة إن someone مفرد المفروض نقول says عشان الفعل بياخد اسم على المفرد ولكن فعل here بيجي وراه مفعول ثم المصدر. الله معلومة حلوة حبايبي. Some pirates بعض القراصنة are coming جايين to the fort جايين القراصنة عليهم بقى بيهجموا. A white flag وشايلين في ايديهم علم ابيض. Look it's silver شايفين يا جماعة انه silver بس خلي بالك silver ده ما يتضمنش والغريبة ان هم معاهم سلاح وقراصنة اقوياء وشرسين ولكن رافعين علم ابيض معناها it's a truce انها هدنة. حلوة الكلمة دي يا جماعة. I got up انا استيقظت and looked from ونهضت وقمت وبصيت من القلعة. It was a cold morning كان الطقس بارد although it was sunny على الرغم ان كانت الدنيا شمس ولكن كان في برد. There was a low mist ولكن كان هناك ضباب ايه خفيف ضباب منخفض
we could only نستطيع أن نرى the head of silver and another pirate وبان من بعيد رأس سيلفر وقرصان آخر معه. stay in the forest قال كابتن سمايت قالوا خليكم جوه القلعة محدش يطلع هما خايفين بقى ما يخونوهم يكونوا رافعين علم أبيض بس يروحوا لبنهم تمام قالوا محدش يطلع من القلعة I'm sure this is a trick شفت قالوا ما نحس ان دي تريك خدعة حيلة Then he called out to Silver وبعد كده راح منادي على مين على سيلفر Tell us قول لنا what you want انت وخليك عندك انت جاي ليه حبيبي I want a truce قال كده سيلفر قال له ما انا عايز هدنة مش هينفع نبقى احنا ايه احنا ضد بعض ونفضل نضرب على بعض لا احنا جايين مع بعض في سفينة واحدة ناخد هدنة انتوا في حالكم احنا في حالنا مش عارف هنصدق مش عارف حبيبي في اللحظة دي طبعا قال له ما انا عايز هدنة كابتن سمايت كوايتلي بهدوء اخبرنا تو موف ان نتحرك الى ديفرنت كورنرز قال لنا اتحركوا الى زوايا مختلفة من القلعة بحيث لو ضربوا علينا محدش ينصب اوف ذا فورت اند تو واتش سيلفر كارفل ونراقب سيلفر بحرص عند اذن هي كولد تو سيلفر وات دو يو وانت اس تو دو قول لي يا سيلفر انت عايز ايه ده طبعا كابتن سمايت بيساله كم تو ماي شيب قال لهم تعالوا لسفينتي and we can talk ونستطيع ان نتحدث how to get home تعالوا السفينه ونقعد مع بعض ونتكلم ازاي نرجع بلدنا تاني your ship انت بتقول سفينتك احنا كنا جايين مع بعض i didn't know you had a ship انا ما اعرفش انك انت عندك سفينه يعني ده رد عليه كابتن سمايت حبايبي ذا كرو قال له طاقم السفينه it shows me حلو قوي طاقم السفينه كرو طاقم السفينه طاقم الطائره كرو برضه It chose me قال له طاقم اختارني لكي أكون الكابتن After you left بعد ما انت سبت السفينة كابتن سمايت هم اختاروني أبقى أنا كابتن السفينة مكانك Said Silver If you have something ولو عندك حاجة عايز تقولها You can come into the fort لو عايز تتكلم معنا خلاص تعالى ادخل القلعة And say it قال كده الكابتن The other pirate القرصان الآخر حاول to stop Silver قال له لا ما تدخلش يا Silver كان في قرصان جاي مع Silver حاول يوقفه ولكن he laughed هو ضحك and walked quickly towards the fort ولكنه مشى سريعا نحو الحصن he climbed over one of the fences وبدأ يتحرك تجاه الأسوار ويصعد فوقها أسوار القلعة and walked slowly up ويتحرك ببطء أعلى التلال تمام اللي هو الحصن بتاع القلعة الارتفاعات ثم لذلك he was standing كان واقف تمام كان واقف أمام كابتن سمايت Who was waiting for him اللي كان منتظر بس جوه القلعة outside the door to the fort عند باب القلعة عشان يدخله جوه Can't I come inside? asked Silver قال له هو أنا كده ما دخلتش لحد دلوقتي؟ ده إيه ده باين على حصن كبير It's a cold morning يا له من صباح مليء بالبرد If you were an honest man عارف أنت لو راجل أمين ده مين بيتكلم كابتن سمايت You could come inside ما احنا لو مستأمنينك وعطيناك الأمان وواثقين فيك إنا كنا دخلناك على طول تمام حلوة كلمة honest honest بتبدأ بالإتش ولكن لا تنطق فتأخذ an honest ما نقولش ما نقولش ده حرف إتش ساكن ناخد لا إحنا بناخد لأن الإتش مش بتنطق فبننطق الأو والأو صوت متحرك وأي صوت متحرك But are you my ship's cook أقول لك إيه وأنت مش كنت برضو الطباخ بتاع السفينة Who I looked after اللي كنت بتعتني بينا وكنت بتعتني بالكابتن نفسه Oh Silver A pirate بس انت قرصان ابن لزينة Okay we can stay here قال كده Silver قال ممكن ننقص مع بعض هنا قصده في القلعة Sitting down on the sand وقعد على الرملة بالطريق في اتجاه إلى القلعة بعد ما اخترق ايه يعتبر البوابة You have got a nice place here صدقوا انتوا قاعدين في مكان جميل جدا هنا انظروا There is a gym. Good morning, Jim. مش رايح سيلفر. بقول لهم ده القلعة دي حلوة، المكان ده جميل، ده جيم هوكنز أهو. تمام؟ If you have anything to say، لو عايز تقول أي حاجة، say it now. أنت جاي ليه؟ بتقول عايز هدنة، طب أيوة الهدنة إيه؟ أنت. Captain, we want the treasure. على فكرة يا كابتن، إحنا كلنا عايزين الكنز، مش عايزين نلعب على بعض بقى. And we are going to find، وسوف نجده. However، ولكن however يأتي قبلها نقطة وبعديها كومة بمعنى لكن لما بتتكتب كابيتال I think أعتقد you all want to leave the island احنا كلنا عايزين الكنز قال له تمام قال له انتوا عايزين بعد الكنز عايزين تروحوا بيوتكم
وما فيش سفينه غير السفينه اللي معايا. قال له تمام سيفلي يو هاف ذا ماب وانت معاك الخريطه. قال لهم انتوا معاكم الخريطه واحنا معانا السفينه. طيب ما نتعاون وبعد الكنز يبقى اخدكم معايا السفينه اروحكم بلادكم. دونت يو مش كده برضو؟ طبعا اسكت سيلفر ابن هزينه مكار. بريهابس سيد كابتن سمولت. راح قال له احتمال يبقى كلامك صح. اي نو يو هاف ات سيد سيلفر. قال له انا عارف ان كنت معاكم الخريطه، عارف الخريطه اللي بتودي للكنز. وي دونت ونت تو هيرت يو، احنا على فكره مش عايزين ناذيكم. جيف اس ذا ماب، ادوني الخريطه. عندئذ وي ويل تيك يو، انا هاخدكم وتروحوا بلادكم. وي ويل تيك يو سموير سيف، وانا هاخدكم الى اي مكان امن. مطرح ما تكونوا نزلنا هننزلكم بالسفينه. اور اف يو بريفير، ولو فضلتوا ذلك وي ويل ليف يو سم سبلايز، ولو عايز تقعدوا على ارض الجزيره هنسيبكم. تمام بعد ما تاخدوا نصيبكم وندور على الكنز سوا، وهنسيب لكم سبلايز الامدادات اللي عايزينها. يو كان ستاي، ممكن تقعدوا على الجزيره براحتكم، وعايزين تروحوا معانا ماشي. Then we can ask another ship. عندئذ نستطيع ممكن نطلب سفينة أخرى to take you تاخذكم إلى الوطن. It's a kind offer. إنه عرض جميل. بتغرينا أنت بقى. ده عرض لطيف جدا. And I hope you all want to take it. وأتمنى إن إحنا كلنا نوافق عليه. تمام؟ Is that all you can offer? Captain Smollett قال هو ده العرض بتاعك. It's and if you don't accept. طب لو انت ما قبلتش العرض بتاعي ما انا هعرض عليك عرض برضه. All you will hear from me. كلكم لازم تسمعوني. Is the sound of guns. انت بقى خلاص انا هعرض عليك عرض. ده كابتن سمولت قال له. راح رد عليه سيلفر وقال له بس على فكره ان ما قبلتش العرض بتاعي انا بقى مش هتسمعه غير صوت المسدسات. شوف الخيانه، هو ما يتامنش. Now you can listen to me. فلازم تسمعني. ريبلايد رد عليه كابتن سمولت قال له طب اسمعني الاول قبل ما جاي تهددنا وتقول لنا مسدسات. If you can come up to the fort. If you can ايه؟ اذا اتيت الحصن بتاعنا. One by one. واحد ولا واحد. حلوه جميل حلوه. One by one. فواحد يلا الاخر without any guns. تدخل واحد واحد، عايزين تدخل قاعه سيبوا السلاح بره. And I will put you all in chains. سيبوا السلاح ولو اختلفنا انا مستعد اسلسلكم جوه. And take you back وارجعكم انجلترا كلكم فور تريل من اجل المحاكمه، لانكم انتم معروفين انكم قراصنه، فاي حد منكم هيخون عهد او اتفاق مستعد ادخلكم القلعه وتسيبوا سلاحكم بره وتتربطوا بسلاسل كلكم، واقدمكم وارجعكم انجلترا مساجين لانكم في الاساس قراصنه. حبايبي في اللحظه دي ناو يو كان ليسن تو مي، انا استطيع ان تسمعني، انا مستعد اقدمكم للمحاكمه. If you don't ولو ما عملتش كده you will have problems. You can't find the treasure. You don't have enough men. قال له عايز دخلنا جوه وتربطنا بسلاسل وترجعنا انجلترا. قال له طب ايه رايك بقى؟ If you don't. If you don't ولو ما عملتش كده you will have problems. انت هتسبب لنفسك مشاكل كتيره. سيلفر بيهدد دكتور ليفسي وكابتن سمولت وجيم هوكنز بيهددهم. You can't find ومش هتلاقوا الكنز وحديكم، لازم تبقوا معانا. You don't have enough men. وعلى فكره انت معكش رجاله كفايه، احنا معانا القوه والسلاح والسفينه. To sail the ship عشان تبحروا. And you can't fight us. ومش هتقدروا fight us تحاربونا هنا in the fort في هذه القلعه. من السهل نجيبكم ونقتلكم. Silver looked very angry. يبدو انه تعصب. This won't end well for any of you. قال لهم على فكرة لم ينتهي هذا الأمر لأي حد منكم بشكل جيد، يعني عايز يقول لهم احنا ممكن نأذيكم لأن احنا مختلفين. He said and then عندئذ he walked slowly ومشى ببطء back down the hill إلى أسفل التل عشان يخرج من القلعة. حبايبي في اللحظة دي كابتن سمولت came back into the forest. ارجع بقى and the fort. كابتن سمولت came back into the fort. تمام؟ فورت اللي هي القلعة. رجع القلعة. And said to us وقال لنا he will be back in an hour to attack us. اجهزوا يا جماعه، ده على فكره ما دام مشي مش هيسيبنا في حالنا. اقصى ساعه وهيرجع يقتلنا كلنا وياخد الخريطه اللي هم اللي هو بيعتقد ان الخريطه معاه. مين اللي بيعتقد كده؟ سيلفر. There are more of them than us. وعلى فكره هم اكتر مننا. But we have the advantage. بس احنا عندنا ميزه ان احنا جوه القلعه. وانا متاكد ان احنا نستطيع ان نتغلب عليهم. حبايبي ديفينيشنز التعريفات، بحفظ الكلمه واقرا التعريف زي اليونت. تشين سلسله.
هي عباره عن سيريز اوف اي ميتال رينجز، مجموعه من السلاسل المعدنيه والحلقات التي تكون منضمه معا ان الاين في خط واحد اللي هي السلاسل. اوفر عرض، تو دو سمثينج، ان تفعل شيء لشخص ما او تعطي شخص ما شيء. مست ضباب، اللايت كلاود، السحابه الخفيفه المنخفضه. اوفر ذا جراوند، السحاب بيقرب من الارض فبيسمى الضباب. ادفانتج، ميزه حبايبي. طبعا بروس، ميرتس، ديس ادفانتج، عيب، كونز ودروباك. ترايل، محاكمه. الليجال بروسيس، عمليه شرعيه، حلوه قوي الكلمه دي، عمليه قانونيه لكي تحدد لو شخص ما كوميت ا كرايم، احفظ التعبير ده، كوميت ا كرايم، يرتكب جريمه. حبايبي دي باقي التعريفات، تريك، خدعه، تروس، هدنه، ستوب، توقف الحرب، دي الهدنه. اونست، امين، انك تقول الحقيقه. كريزي، مجنون، ماد، فيري سترينج اور نوت سنسبل، وليس عاقل وليس مدرك. جارد، يحرس، ان تحمي الشخص. فرايتند، خائف، مينز تعني فيلينج افريد. كرو، طاقم السفينه. ا جروب اوف بيبل، مجموعه من الناس الذين يعملوا على السفينه او الطائره. بايريت، قرصان، الشخص الذي يهاجم السفن الاخرى. ان اوردر تو، معناه لكي يسرق منها. حبايبي الحلوين، تبدا مرحله التمارين، تبدا بقى تحل التمارين دي اللي انت شايفها قدامك، وفي اللحظه دي يبقى انتهى حبايبي اخرك صفحه 5، انتهى في اللحظه دي شابتر 7. حبايبي يا رب تكون استفدتوا، وان شاء الله باذن الله موعدنا ان شاء الله القادم مع احداث شابتر 8 بالتوفيق ان شاء الله، ويا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش احفظوا المفردات وقروا الاحداث قرايه وحلوا الواجب، ويفضل الكلام ده بعد الحصه علشان انت لسه سامع الاحداث والكلمات سمعتها كلها. بالتوفيق ان شاء الله، وربنا يوفقكم وان شاء الله خير، وموعدنا مع اللقاء القادم ايضا قصه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.